السلام عليكم شباب، احنا هنتكلم النهارده عن البلمونري هايبرتنشن والكو بلمونري. باي ديفينيشن البلمونري هايبرتنشن هو رايز في البلمونري ارتري بريشر. طيب النورمال بلمونري ارتري بريشر شود نوت اكسيد 25 مليمتر سيستوليك ومن 8 ل 10 دايستوليك. والمين بالمونري ارتري بريشر اراوند 14 ملي جرام بالسيليتر. احنا بنديفاين البالمونري هايبرتنشن لو ان المين بالمونري ارتري بريشر اكتر من 25 او ان السيستوليك اكتر من 30 او 40 مع الاكسرسايز. طيب البالمونري ارتري سيركيوليشن الرايز اوف ذا بريشر متقسم اكوردنج لليوروبيان سوسايتي جايد لاينز 2015 الى جروبس. اول جروب البلمونري ارتيريال هايبرتنشن، وهنا الرايز اوف ذا بلمونري ارتيريال بريشر بيبقى تقريبا مش افكتد بحاجه لا لانج ولا هارت، فهو الدايجنوز هنا بيبقى مينلي باي اكسكلودنج الموست كومن كوزز اللي هي الهارت واللانج. البلمونري ارتيريال هايبرتنشن من ناحيه الايتيولوجي ان هو بيور بلمونري ارتيريال، يعني مفيش حاجه في البلمونري فينس سيركيوليشن. ممكن نميوت الاصوات يا جماعه بعد اذن حضراتكم. البلمونري ارتيريال هايبرتنشن ات مينز هنا ان انا مش افكتد لا بالبلمونري فينس بريشر ولا باللنج، فالباثولوجي كله حاصل في الارتيريال سيستم نفسه. Most commonly it's idiopathic. It could be hereditary due to gene mutation تبع عائلات كلها عندها familial pulmonary arterial hypertension. أو it could be the secondary to drugs. أو أهم منهم إنه يبقى associated. Associated ل connective tissue disorders زي lupus أو ال infections. أهم حاجة بقى في القصة دي ال schistosomiasis وال portal hypertension. عارفين إحنا إن ال liver fibrosis وال schistosomiasis بيؤدي إلى بوتر هايبرتنشن. بعد كده الهايبرتنشن ده جزء من الريليف بتاعه بيبقى ان يفتح شانس مع البلمونري سيركيوليشن فيؤدي الى بوتو بلمونري شانس تنتهي بلمونري هايبرتنشن. من الحاجات المهمه جدا الكونجنتال هارت ديزيز، نقصد بيها ايه الكونجنتال هارت ديزيز؟ نقصد العيانين اللي هم عندهم اي اس دي وفي اس دي وبي دي اي. احنا بنقول العيانين دول بيبقوا بوتنشالي ساينوتيك، يعني الولد بيبقى مولود مش ساينوتيك ثم نتيجه للرايت فنتركولار فوليوم اوفرلود اللي بيحصل ممكن مع الوقت يحصل ان الفوليوم ده زاد على البلمونري سيركيوليشن فيحصل بلمونري هايبرتنشن يؤدي بعد كده الى ايرفيرسال شنت يحصل ايزنمنجر سندوم. فالكونجنتال ديفكتس دي لما بتؤدي الى بلمونري هايبرتنشن اتس بيور ارتيريال، مفيش باثولوجي حصل في البلمونري فينس بريشر ف بنسميه بلمونري ارتيريال هايبرتنشن. البلمونري هايبرتنشن الارتيريال فورم is diagnosed of exclusion and other causes، ده رقم واحد. It could be idiopathic or hereditary disorders او drugs او associated لحاجات تانية. اهم الحاجات التانية الشيستوزوميزيس والبورتال هايبرتنشن والكونجنتال هارت ديزيز او less common causes مش لازم نبقى عارفينها قوي. طيب زمان كان النوع اللي احنا شرحناه ده اسمه primary pulmonary hypertension، المسمى ده قديم لان كانوا بيقسموه برايمري وسكندري. سكندري يقصد ان انا بقى انا افكتد بحاجه. انا جايب الصوره دي مش علشان السكندري مهم ولا حاجه، لكن علشان نبقى فاهمين البلمونري سيركيوليشن. ده دول البوث لانجز وده الهارت اهو. لو انا عندي باثولوجي في الهارت هنا تمام، ايه اللي بيحصل لو انا عندي مايتر ستينوزس مثلا او مايتر ريجوجيتيشن؟ كل ده بيؤدي الى رايز للبريشر في الليفت اتريوم. رايز اوف ذا بريشر في الليفت اتريوم ده هيرفع هيؤدي بالمونري فينس كونجشن وذ تايم يبدا يحصل ده بالمونري هايبرتنشن بالمونري فينس هايبرتنشن. بالمونري فينس هايبرتنشن ده يعمل لي يرفع البريشر في الكابيلاريز والكابيلاريز ترفع البريشر في البالمونري ارتري فيبقى على البريشر في البالمونري ارتري فيبقى هنا البالمونري هايبرتنشن حصل في الارتري سكندري تو ايه؟ الاليفيشن في الفينس بريشر والليفت سايد اوف ذا هارت. ده ان هي كده انا افكتد بحاجه ثانيه. او ان انا عندي اللنج هنا فيها بارينكيماتس ليجن، بارينكيماتس ليجن زي لانج فايبوزس والناس دول او العينين سي او بي دي مع الكونيك هايبوكسيميا. الناس دي بيبدا يحصل فيها فازو كونستريكتور ميديتورز تطلع تعمل تعلي البريشر هنا تعلي البريشر بعد كده في البلمونري ارتري، فده برضه جاي من سبب تاني من اللانج.
لكن بالمر ارتيريال هايبرتنشن تاني ما عنديش حاجه بارينكيماتس في اللنج ولا بالمر فينوس بريشر عالي ولا حاجه كاردياك هنا، ولكن الباثولوجي كله حصل في البالمونري ارتري، لذلك هو اسمه بالمونري ارتيريال فورم. فتسميه السكندري دي خلاص قديمه مش هنحكي فيها خالص. طيب يبقى اول فورم البالمونري ارتري بالمونري ارتيريال هايبرتنشن. تاني فورم اللي بيجي سكندري تو ليفت سايدد هارت ليجن، بيجي نتيجه لايه بقى؟ لو انا عندي عيان عنده ليفت فنتريكولار دايستوليك او سيستوليك ديسفانكشن، يعني عيان عنده هارت فيلير، وذ تايم الهارت فيلير ده بيؤدي الفيشن في الدايستوليك بريشرز في الفنتريكل. البريشر لما هيعلى في الفنتريكلز ات ويل بي ريفليكتد على البلمونري او على الليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم على البلمونري فينز تؤدي الى هايبرتنشن. طيب اكتر منهم بقى عينين الروماتيك، روماتيك مايترال ستينوزس دول، روماتيك مايترال ريجورتيشن، كل عينين دول ويل تايم برضه زي ما اتفقنا هيعلى الليفت اتريال بريشر. او ان انا عندي اوبستراكشن في واحد من البلمونري فينز، ودي غالبا ممكن تبقى كونجينيتال او اكوايرد، اكوايرد بتحصل ككومبليكيشن العينين اللي بيكو الاتريال فايبريليشن، دول مع الابليشن ممكن يحصل بالمونري فين ستينوزس، فبرضه في الاخر الفينز البريشر فيها عالي ريفلكتد باكورد على البالمونري ارتري. باي فار اهم كومون كوز، اهم كوز للبالمونري هايبرتنشن البالمونري هايبرتنشن اللي بيجي ديو تو ليفت سايدد كاردياك ديسيز اللي هو تايب 2. يبقى تايب 2 ده الموست كومون، يلي تايب 2 في الفريكونسي تايب 3 اللي بيحصل نتيجه لاي حاجه تنتهي بهايبوكسيا، من اول الناس اللي ساكنه في الهاي التيتيود وما بتتعرضش وقاعده في اماكن هايبوكسيك، لحد بقى الناس اللي ما توصل لللنج، الناس اللي عندها اوبستراكتيف اوري ديزيز اللي هم سي او بي تي بيشن، الناس اللي عندها اللنج بارينكيميتاس ديزيز يعني انترستيشن لنج فايبوزس، الناس اللي عندها اوبستي هايبو فنتليشن واوبستراكتيف سليب ابنيا، كل دول اللنج هايبوكسيميا اللي هتحصل هتؤدي الى ان يحصل فازو كونستريكتور ميديتورز. تطلع الفازو كونستريكتور ميديتورز دي هتبقى تنتهي بالليفيشن في البلمونري بريشر وبلمونري هايبرتنشن. طيب يبقى التايب 1 يبقى ليست كومون، تايب 2 اللي هو ليفت سايد هارت ليجن اهم سبب، تايب 3 لنج هايبوكسيا باسبابها كلها تاني اهم سبب، تايب 4 ثالث اهم سبب من ناحيه الفريكونسي، عيانين الدي في تي، العيانين اللي بيجي لهم كرونيك ثرومبو امبوليك ديزيز، العيانين اللي عندهم دي في تي وكارنت فينوس ثرومبوزس تبقى تشاور انتو ذا بلمونري سيركيوليشن، ده ثالث سبب في الفريكونسي رغم ان هو هيبقى رقمه رقم 4 في الترتيب بتاع الايتيولوجي باليوبانجريت. رقم خمسة، أي سبب أدى لبرمونة هيبرتنشن وأنا مش قادر ألاقي له اكسبلانيشن، ميسيلينيوس ديس أوردرز أو المالتي فاكتوريال أو أنكلير إيتيولوجي، زي عينين هايبوثايروديزم دول بيجي لهم برمونة هيبرتنشن أن اكسبلين، العينين عندهم مايليو بروليفريتيف ديس أوردرز، العينين بتوع السيكل سيل أنيميا، العينين بتوع الساركويد والجلايكوجين ستورج ديس أوردرز، كل العينين دول ممكن يجي لهم برمونة هيبرتنشن أن اكسبلين. يبقى ده رقم خمسة. ورقم واحد diagnosis of exclusion، يبقى أنا لما بفيس عيان بالمونري أوت بريشر عالي وهبدأ أدور على الإيتيولوجي لازم أكسكلود رقم واحد الكارديك كوزس، رقم اثنين أكسكلود الشيست، رقم ثلاثة أكسكلود الريكورنت ثرومبو إمبوليزم. لو ما كانش الحاجات دي هدور على الميسيلينيوس كوزس دي أو هكونسيدر إت إز بالمونري أرتيريال فورم. طيب إيه اللي هيحصل نتيجة حدوث بالمونري هايبرتنشن؟ لما البريشر هيعلى في البلمونري سيركيوليشن ات ويل بي ريفلكتد على طول على الرايت فنتركل، الرايت فنتركل ده مطلوب منه انه يكزرت فورس اقوى ديورنج او كونتراكشن عشان يعلي البريشر فيه علشان يقدر يفتح البلمونري فالف قصاد البلمونري سيركيوليشن البريشر فيها عالي. هيعمل الكلام ده ازاي؟ انه يبدا يحصل له رايت فنتركلر هايبرتروفي. طيب طول ما الرايت فنتركل هايبرتروفايد وقادر يصد قصاد البلمونري ارت بريشر العالي هيحافظ لي على افكتيف ستروك فوليوم وبالتالي افكتيف فيلنج للايه؟ للبلاد في البلمونري سيركيوليشن، وبالتالي البلمونري فينوس ريتيرن اللي راجع الليفت سايد اوف ذا هارت انا ستيل مينتيند، يبقى السيستميك سيركيوليشن هيطلع فيها البلاد ات بنورمال كارديك اوت. طيب لو رايت فنتركل فضل يحاول ثم تحول من رايت فنتركل هايبرتروفي الى رايت فنتركل فيلير مش قادر، لما رايت فنتركل هيبقى مش قادر هيحصل حاجتين،
البلاد اللي طالع من الرايت فنتريكل بلاد سيركيوليشن هيقل، وبالتالي اللي داخل من الليفت سايد اوف ذا هارت هيقل، وبالتالي الكاردياك اوت بوت هيقع. ادي اول حاجه. تاني حاجه البلاد الزياده اللي في الرايت فنتريكل هيروح فين؟ هيروح انتو ذا رايت اتريوم، ومن الرايت اتريوم يطلع للايه؟ من الاثنين فينس فينز الكبار اللي في السوبر فينا كيفا والانفيو فينا كيفا. يبقى هيبقى عنده سيستميك فينس كونجشن. تلاقي بقى رقبه العيان بقت انجورجد والنيك فينز بتاعته كونجستد، بدا يبقى عنده لو ليمب اديما، بدا يبقى عنده اسايتس. وطبعا لوكال افكت في البلمونري ارتري اللي هيبيتوفايد ده انه هيبقى دايليتد هو والمين برانشز بتوعه. طيب يبقى كلينيكال العيان هيبقى سيمتوماتيك ازاي؟ لو البلمونري هايبرتنشن واحنا ستيل كومبنسيتد ممكن العيان ما يشكيش بحاجه خالص، لكن لو دخلنا في دي كومبنسيتد ستيج يبقى العيان هيبقى عنده الانجينا والايفورت انديوز فاتيج وسينكوب از سيمتومز اوف اللوكارديك اوت، ودسني علشان الفيلنج اوف ذا اللنجز البلمونري سيركيليشن قليل. وهلاقي انا عليه كلينيكالي المانيفستيشنز بتاعت الحاجات دي. لو كارديك اوتبوت ات ويل بي بريزنتد ان عيان تلاقي دي زرقاء والبالسز بتاعته ويك، تمام؟ وممكن يبقى وكولد اكسيتونس. طيب البلمونري ارتري دايليتيشن او لوكال ساينز على الهارت، اول حاجه هتلاقي لما اجي احس الايبكس البلمونري ارتري لما هيكبر الرايت فنتركل هيكبر هيعمل لي ديفيوز ايبكس، مش هلاقي الايبكس موجوده لوكالايزد زي النورمال ايبكس. دي اول حاجه. تاني حاجه لما اجي ادور على الباراسترنال اريا احط ايدي على الباراسترنال اريا هلاقي فيها هيفنج بلسيشن في الليفت باراسترنال اريا نتيجه للرايت فنتركل بريشر اوفرلود. لما احط ايدي في البلمونري اريا هلاقي ان في بلسيشن في الليفت سكند انتركوستال سبيس. لو ابتديت اعمل دالنس هنا هلاقي ان الحته دي عامل بروكشن هلاقي ان في دالنس. طيب حاجه احط السماعه هسمع ايجكشن سيستوليك مورمر زي بتاع البلمونري ستينوزس بالظبط، لكن تفرقها ازاي من البلمونري ستينوزس بالبي 2 انتنسيتي؟ هتسمع البي 2 از لاود. ليه؟ لان الصمام بيتحرك وبلايبل عكس البلمونري ستينوزس الصمام فيكسد وواقف في مكانه، فمش هتلاقي بيبقى الساوند ويك او ابس. يبقى بيت سايد افرق البلمونري هايبرتنشن من البلمونري ستينوزس بالبي 2. لو بي 2 از لاود تمام يبقى انا عندي بلمونري هايبرتنشن، لو ويك او ابسنت يبقى ده بلمونري ستينوزس. طيب ساعات البلمونري ارتري يفضل يدايليت يدايليت يدايليت، كل ما بيدايليت بيحصل ايه؟ الليفلتس بتبعد عن بعضها بتاعت البلمونري فالف لحد ما تبقى مش بتكوابت خالص، يقلب بقى من مجرد ان انا سامع ايجكشن ستوليك ميرمر اسمع كمان بلمونري ريجوريتيشن ما بيقفلش. فهتسمع حضرتك الايرلي داستوليك ميرمر بلمونري ريجورج اللي هي نيم بجراهام ستيل ميرمر. لو دخلنا في رايت فنتركولار فيلير فهتسمع التريكاسبت فالف ريجوريتيشن كمان، وهتلاقي زي ما اتفقنا المانيفستيشن بتاعت رايت فنتركولار فيلير ان فورم اوف سيستميك فينس كونجشن اسايتس سكوتال ايديما لولينب ايديما كونجستد بروفيلينج. يبقى انا كلينيكالي انا بكشف على عيان شكيت في وجود البلمونري هايبرتنشن، هبدا اطلب الانفستيجيشن بتاعتي. هبص على الاكس راي. الاكس راي هنا لو انا بصيت هنا هيبقى باين فيها ايه عندي؟ دي بلين اكس راي شيست اند هارت بوستر انتيريو فيو شوينج ايه؟ شوينج نورمال ثوراسيك بوني كيج، هاو تو كومنت على الاكس راي يعني تمام. وبعدين بنبدا من ايه؟ من النص الميدياستاينم اذا كانت سنترال او لا، ثم الكاردياك سيلوت، وبعدين نرجع للايه؟ للريسيسز بتاعت الايه؟ البلورا والفاسكوليتشر بتاعت البلمونري سيركيولي. فانا هنا عندي ايه؟ واضح جدا لعينيا ان الكارديو ثوراسيك ريشيو زايده. طيب المفروض النورمالي ان الليفت بوردر اوف ذا هارت يبقى ستريت. هنا ايه اللي حصل؟ الليفت بوردر اوف ذا هارت بقى جزء من دايره راوندد، يبقى رايت فنتركل هنا كبر قصاد عين يبقى رايت فنتركل. طيب حصل ايه كمان؟ الحاجتين اللي عاملين زي ودان ميكي ماوس دول عباره عن ايه؟ البرانشز بتاعت البلمونري، البلمونري ترانك نفسه كبر والمين برانشز بتاعته كمان كبرت. ايه اللي موجود هنا؟ المفروض ان الرايت سايد اوف ذا هارت يبقى يا دوبك كده مع الفيرتبري، لما يبقى بروتودنج للناحيه دي يبقى رايت اتريوم بتاعي كمان كبر، يبقى انا عندي رايت فنتركولار انلارجمنت رايت اتريوم انلارجمنت و انلارجمنت للبوست بلمونري برانشز والبريفرال لانج مسوده. هنا ايه اللي حاصل بقى؟ بريفرال لانج اوليجينيا. ايه اللي بيحصل؟ البلمونري هايبرتنشن بيخلي الفاسكوليتشرز في السنترال بارت البلد داخليه كتير، في البريفري
في فازو كونستريكتور ماتيريالز طالعه بتخلي البريفرال لانج ايه فيها فازو انتنس فازو كونستريكشن، فتلاقي البريفرال لانج از ار اوليجيميك. تمام. ثم بعد كده انا عندي ايه هنا الكارديوفرينيك انجل موجوده، يعني مفيش هنا افيوجن، كوستوفرينيك انجل هنا موجوده يبقى مفيش هنا افيوجن، يبقى انا كده عملت فول كومنت على الاكس واي. ده منظر تاني برضه الاكس واي، هنا برضه انا عندي اللارجمنت للرايت بورد اوف ذا هارت، رايت للرايت اتريوم، ليفت بورد اوف ذا هارت اوبليتريتد ما هوش ستريت لاين بقى راوند، يبقى رايت فنتركل كبر، والمين بالموناري ارتري كبر، والبرانشز بتاعته الاثنين كبروا، واللنج هنا مش ايه مش انتنس اوليجيميك زي الاكس واي اللي فاتت، بس برضه الاكسبوجر بتاع الراديشن هنا اكتر شويه. طيب ثم بنيجي للاي سي جي، الحته دي كان علي بيشرحها، الليد شكله ازاي في الاي سي جي ده بيبقى حسب الدايركشن بتاع الالكتريك كارنت. ف نورمالي الكيو ار اس كومبلكس في في 1 2 3 بيبقى مينلي نيجاتيف باصص لتحت، لان في 1 دي موجوده فين؟ موجوده في الرايت سايد اوف ذا هارت، والالكتريستي بتمشي لناحيه الليفت فنتركولار ايبكس اللي موجود عند في 6، فدايما تلاقي في 6 كومبليتلي بوزيتيف اللي بصل فوق كلها، وفي 1 كومبليتلي نيجاتيف، وفي 2 تبقى ليس نيجاتيف عن في 1، ثم في 3 تبقى بوزيتيف نيجاتيف وهكذا. لكن لما يبقى رايت فنتركل هايبرتروفايد، تمام، الالكتريك كارنت بتاعي او الدايركشن بتاع الالكتريك كارنت بيتغير، فيبدا الفي 1 تشو بوزيتيف كيو ار اس كومبلكس، ده بنسميه رايت فنتركلر هايبرتروفي، ويبدا يحصل اس تي تشينجز عكس شكل الكيو ار اس كومبلكس، يعني كيو ار اس كومبلكس مينلي بوزيتيف، تلاقي الاس تي سيجما بدات تبقى ديبريست زي هنا كده، هنا بوزيتيف جدا، هنا في ديبريشن وراها وتيو في تشينجز، اس تي وتيو في تشينجز سموه سترين باتر. يبقى بيحصل عندي حاجه اسمها رايت فنتركولار هايبرتروفي ورايت فنتركولار سترين باتون، والاكسس بتاعي بتاع الهارت بدل ما ليد 1 تبقى بوزيتيف وليد 3 تبقى نيجاتيف يبدا يتعكس، فيبقى عندي حاجه اسمها رايت اكسس ديفيجن. المفروض ان الحاجات دي احنا نعرفها، مش متدوره قوي الديتيلز بتاعتها كاي سي جي، يعني كريتيريا تبقى انت يعني تعرف تقولها في الاي سي جي، بس تبقى فاهم ان بيحصل حاجه اسمها ار في اتش رايت فنتركولار هايبرتروفي وسترين باتون، وبيحصل حاجه اسمها رايت اكسس ديفيشن، وممكن يحصل عندي كمان رايت باندل برانش بلوك. طيب لو رايت فنتركل دخل في رايت فنتركولار فيلير ممكن هيحصل فنتركولار تاكي كارد، لو الرايت اتريوم كبر جدا من كتر البشر اللي جاي له ممكن العين يدخل في اتريوم فايبريليشن ككومبليكيشنز، اريثم كومبليكيشن ممكن تبان في الاشي. طيب ده تاني مره اهو منظر الاسترين باترن، اهو واضح هنا جدا الاكسس بتاع الكيو اس بوزيتيف جدا، تلاقي التي ويف والاس تي سيجمنت حصل فيهم ديبريشن عكس لهذا الاتجاه، ده ال ار في اتش والسترين باترن واضح هنا جدا والرايت اكسس ديفيشن. طيب احنا بنعتمد على ايه في التشخيص؟ احنا بنعتمد على الايكو. في الايكو انت البي ديت هنا مكان البروب بنحطه عند الايبكس يعني تحت، بس صوره الايكو بتبقى مقلوبه، فبتبص من تحت بتشوف ايه؟ الفنتركلز هما الاثنين اللي تحت، الليفت فنتركل والرايت فنتركل جنب بعض، المفروض الليفت فنتركل يبقى قاعد كده اوفال قصاد عيني، والرايت فنتركل يبقى حته صغيره كده سليت تريانجولر كده صغير. لو رايت فنتركل كبر يبدا يجور على مين؟ يجور على الليفت فنتركل، فتلاقي الرايت فنتركل ده لو بقى قد الليفت فنتركل تعرف انه كبر خلاص بعينيك كده من غير ما تقيس. هنا لو انت بصيت تلاقي رايت فنتركل قد ليفت فنتركل مرتين وعامل ايه؟ زائق السبتم لناحيه الايه؟ الليفت فنتركل. السبتم ده حركته ما بين الليفت فنتركل والرايت فنتركل بتبقى بفرق البريشر، بنسميه انه بيتحرك اكوردنج للايه؟ للانتر فنتركلر ديبندنس، مين الاقوى وانا هتحرك معاه، الليفت فنتركل بريشر فيه اعلى من الرايت فنتركل، فما حركه الليفت فنتركل السبتم يروح لبره وفي الدايستول وفي السيستول يخش لجوه. اما الرايت فنتركل بقى اللي يكبر والبشر فيه يعلى بدرجه شديده تلاقي الليفت السبتم بدا يتحرك بارادوكسيكال عكس حركته الطبيعيه. شوف هنا هو عامل ازاي الليفت فنتركل زقه فعصه، فالليفت فنتركل باين صغير والرايت فنتركل باين كبير والسبتم متحرك العكس. يبقى هنا عندي رايت فنتركلر دايليتيشن من غير قياس خالص. الوول بقت ثيكند بقت شكل الوول بتاعت الليفت فنتركل لان المفروض ان هو طبيعته انه ثين وولد كومبيرد بالليفت فنتركل، فهنا رايت فنتركلر هايبرتروفي. تمام؟ والسبتم بارادوكسيكال في حركته. طيب من كتر ما هو دايليتد الترايكاسبيد فالف بيبدا يبقى مش قادر يقفل، مش قادر يقفل، فبيحصل لوس اوف كو ابتيشن هنا زي ما انت شايف وكده، التو ليفلتس في وقت سيستول المفروض ان انا ابقى قافل مش
مش لامسين بعض، وهنا حصل الرايت فنتركل التريكاسبيد فالف ريجوريتيشن. يبقى هنا عندي رايت فنتركل هايبرتروفي دايليتيشن بارادوكسيكال سيبتال موشن وانيولار دايليتيشن ادى الى فانكشنال تريكاسبيد فالف ريجوريتيشن. تمام. لو انا بقى جبت كورسر هنا للدوبلر اقدر اقيس البريشر جريدينت هو فرق البريشر رايت فنتركل ورايت اتريوم واعرف ده استخدمه كسورجت لقياس البلمونري ارتري بريشر. طيب خلاص يبقى انا عملت الايكو وعرفت ان في بلمونري هايبرتنشن. طب الايكو ممكن يفيدني في حاجه ثانيه؟ اه يفيدك بقى وانت بتدور على الايتيولوجي بتاع البلمونري هايبرتنشن، ان انا ابص على الليفت سايد اوف ذا هارت. احنا قلنا اهم سبب للبلمونري هايبرتنشن هو ان يجي من ليفت سايد كاردياك ديزيز. ابص على السيستوليك فانكشن والديستوليك فانكشن والفالفولار فانكشن اذا كان ريجوريتيشن او ستينوزس، كل ده ممكن يبقى هو الايتيولوجي. او ان انا الاقي ان انا عندي اي اس دي او سيبتال ديفكت يؤدي الى بالمونري ارتيريال هايبرتنشن. طيب تاني حاجه ان انا ممكن الجا الى ان انا اعمل حاجه اسمها فنتليشن بالفيوجن سكان اشخص بيه وجود ثرومبو امبوليك كومبليكيشن. ثالث حاجه ان انا ممكن ايفن اعمل بعض الحالات لانج بايوبسي لو انا عايز اشخص بانكيماتس ليجن. ممكن اعمل بالمونري فانكشن تيست عشان اشخص بيها اذا كان عندي اوبستراكتيف او ريستريكتيف بالمونري ديزيز. ممكن الجا الى ان انا اعمل حاجه مهمه جدا وهو رايت سايدد كاردياك كاس، رايت هارت كاف. مهمه ليه بقى رايت هارت كاف مهمه؟ ان انا اخش بقصطري من الفيمورال فين لحد ما اوصل رايت اتريوم ورايت فنتركل، اقيس البريشر في رايت فنتركل واقيس البريشر في البلمونري ارتري، فبقى اكيوريت قوي اسيسنج البلمونري ارتري بريشر. ثم ممكن كمان ازق بالنسوان جانس كاستر اصطلح احنا بنقيس بيها بريشر اللي جوه اوجت في البلمونري كابيلاري. بيعمل لي حاجه بتقيس حاجه اسمها بالمونري كابيلاري ويدج بريشر. لو لقيت البالمونري كابيلاري ويدج بريشر عالي يبقى البريشر عالي في الفينس سايد، يبقى ديفنتلي سبب من القلب. فدي مهمه لانها هتدايجنوز 100% ان ده كاردياك ديس اوردر. يبقى الرايت سايد كاف ممكن تساعدني ان انا اشخص بالمونري هايبرتنشن رقم واحد، اثنين تساعدني في الايتيولوجي بتاعه اذا كان كاردياك ولا لا، ثلاثه بعمل بيها حاجه اسمها فازو اكتيفيتي تيست. يعني ايه فازو اكتيفيتي تيست؟ الباثولوجي بتاع البلمونري هايبرتنشن بيبدا في البدايه في صوره مصل هايبرتروفي فازوس باز، ثم مع الوقت يحصل مايوسايت لوس وتبقى ريبليسد بفايبرس تيشو. فالانيشال فورم فيه از فازو رياكتيف، لو اديت فازو دايليتور ممكن يتحسن. الليت ستيج بتبقى ايه؟ ريفرس فايبروزس وثرومباي قافل البلمونري سيركيليشن، فما فيش امبروفمنت مع الفازو دايليتور. فاحنا بنعرف ازاي اذا كان عيان هيستفيد من فازو دايليتور ولا لا؟ عن طريق حاجه اسمها فازو رياكتيفيتي تيست. اجي مدي العيان دونايتريك اوكسايد او اسيتايل كولين، لو لقيت ان البلمونري ارتري بريشر بتاعي نزل اكتر من 10 ملم موكري يبقى ده فازو رياكتيف. السيركيليشن هنا لسه معتمده من الاساس على المسل كونتراكشن، لو انا اديت حاجه تقلل المسل كونتراكشن دي البلمونري سيركيليشن هنا بريشر فيها هيقل. طيب لما نيجي نقول التريتمنت هاو تو تريت بلمونري هايبرتنشن، لازم لو في كوز ريفرسبل نحاول ايه نصلحه. بمعنى لو العيان عنده ميتال سنوزس لازم اقفله، لو العيان عنده شانس لازم ميتال سنوزس لازم اعمل له ريبير او ريبليسمنت، لو العيان عنده شانس لازم اقفله. طيب تاني حاجه لازم اجرب البلمونري فازو داليتورز، ادي العيانين دول كالسيوم تشانل بلوكرز لونج اكتنج كالسيوم تشانل بلوكرز علشان ايه اشوف اذا كان فازو دايليتور ولا لا. ده المفروض زي ما اتفقنا يتعمل بعد الفازو دايليتور ايه تيست او الفازو اكتيفيتي تيست اللي احنا بنقول عليه. طيب الاف دي اي او والجايد لاينز بتاعت البرنس سوسايتي حطت لنا ثلاثه باثويز مهمين جدا ممكن يعملوا لي فازو دايليتيشن. ايه بقى الثلاثه باثويز دول؟ البروستاجلاندنز. احنا عندنا العينين دول دايما عندهم مشكله ان في انثراسايكلين وبوست وفازوكونستريكت بروستاجلاندنز زايده وبروستاجلاندنز الفازوداليتور قليله. فلو انت ابتديت تشتغل على الاركيدينيك اسيد باثوي ده او البروستاجلاندن باثوي ده وتديله الانهيلد او الاورال فورمز من البروستاجلاندنز هتؤدي الى ايه؟ فازوديليشن وانتي بوليفريتيف ديسورد. تاني حاجه وجد ان الاندوثيلين وهو الموست بوتنت
فازوكونستريكتور ماتيريال اقوى من الادرينالين ايفن في السيركيليشن بتاعتنا. العينين دول عندهم الاندوثيلين ليفل عالي جدا. فلو اديت انا اندوثيلين ريسبتور بلوكرز او اندوثيلين ريسبتور انتاجونست قفلت الاندوثيلين ريسبتورز، فانا قفلت الانتنس فازوكونستريكشن والبوليفريشن اللي موجود. تمام، فبرضه بنجرب الاندوثيلين ريسبتور انتاجونست في العينين دول. طيب تاني حاجه عندنا النيتريك اوكسايد باثوي. النيتريك اوكسايد سنسيتيز ده بيطلع، ده انزيم بيطلع نيتريك اوكسايد، والنيتريك اوكسايد ده فازو دايليتور. فلو انا قدرت ادي نيتريك اوكسايد او ديريفاتيفز تمنع ان النيتريك اوكسايد يتكسر اللي هم فوسفودايستريز انهبيتورز، هحافظ على الفازو دايليشن. يبقى رقم واحد انا بحاول اصلح الكوز، رقم اثنين بدي فازو دايليتورز او سيركيليشن فازو اكتف، رقم ثلاثه هدي واحد او اكتر من الادويه الثلاثه التارجت ثيرابي دي. التارجت ثيرابي دي عندنا البروستاجلاندينز دول عيوبهم ايه؟ انهم فيري شورت اكتنج، فالفورمز اللي موجوده منهم بتبقى اي في انفيوجن، تلاقي معيان في مرحله متاخره. الجماعه بروبلمات بوتنشن دبليو اتش او مقسمهم فانكشنال كلاس زي الهارت فيلير بالظبط، كلاس 1 مفيش ليميتيشن اكتيفيتي، كلاس 2 في ليميتيشن اكتيفيتي مايلد، كلاس 3 مودريت ليميتيشن اكتيفيتي، كلاس 4 ده العيان اللي ايه ماركتلي ليميتد اللي ما بيتحركش الا ات ريسك. فالفورمز دي تلائم الناس بتوع كلاس 4 دول، ان انا اديها له اي في او الايلو بوست ده موجود فورم انهيلد. تمام، او تتحط سب كوتينيوس انفيوجن زي البامبس بتاعه الايه الانسولين والحاجات دي. طيب ايه مميزات الحاجات دي؟ انها بتدي ريليف طبعا، ولكن عيبها الرئيسي انها ان الشورت ديوريشن والفورمز اللي بتتاخد بيها ممكن تخلي اللاينز دي تتسد ويحصل فيها ثرومبوزس للسب كوتينيوس فورم منها، يحصل انفكشن وما تلاقيش عيان امبيولاتري، عايز عيان في مستشفى. الاندوثيلين ريسبتور انتاجونست زي البوسينتان والامبريسينتان موجودين في اورال فورمز، مشكلتهم الاساسيه انهم غاليين شويه. تمام، ولكن هي فيري جود اوبشن. الاوبشن ان احنا بنستخدمه في بلدنا بظروفنا كتير جدا الفوسفودايستريز انهبيتورز السيلدينافيلز. تمام، ان كومباينيشن مع الكالسيوم شانل بلوك. طب انا هختار ايه للعيان؟ انت في البدايه بتعالج بالفازودايليتور ماتيريال وستيل عيني سيمتوماتيك، بجرب سيلدينافيل اف كان افورد، ممكن اجرب بوسينتان، ثم ممكن اعمل كومباينيشن من بوسينتان والسيلدينافيل مع بعض، او العيان بقى في نيها 4 او مش نيها 4 دبليو اتش او كلاس 4، يبقى لو انا متاح عندي اديله البروستاجلاندينز يبقى التريبل كومباينيشن ممكن تبقى اوبشن بالنسبه لي. طيب من ضمن الحاجات الاخرى بقى اللي هو السيمتوماتيك تريتمنت، يعني انا لقيت عياني ده هايبوكسيك يبقى انا هدي العيان اكسجين ثيرابي، لو لقيت العيان بتاعي رايت سايدد فيلير هدي دايوريتكس، لو العيان بتاعي دخل في اتر فايبريليشن هانتي كواجليت، لو العيان اصلا البلمونري هايبرتنشن جاي من جينو اوكلوسيف ديزيز وكان ثرومبو امبوليزم يبقى هياخد انتي كواجلانت. ثم العيان الاند ستيج قبل الهارت لانج ترانسبلانتيشن ساعات بنعمل حاجه اسمها اتر سيبتوستومي. مشكله العيان هنا ايه؟ ان البريشر عالي قوي على الرايت فنتركل، اجي داخل انا خارم له الانتر اتر سيبتوم فريليف شويه ثروت شامب اللي هيحصل من الرايت اتريوم للليفت اتريوم، اريليف الرايت فنتركل ده شويه. خلاص مفيش اي حاجه، يبقى انا لو انا اوبشن عندي يبقى انا ده متاح في بلدنا، يعني يبقى هنعمل هارت اند لانج ترانسبلانتيشن. تمام، طيب اخر حاجه في المحاضره الكور بالمونال. كور بالمونال ما هو الا رايت سايد هايبرتروفي اند اور فيلير سكندري تو بالمونال هايبرتنشن نوت كوزد باي الكارديك ديسيز، يعني فهو بيبقى الاسباب بتاعته جايه من اللنج بانكيميتس ديزيز في الغالب اكسكلودنج زي ما اتفقنا تايب 2، يعني هو تايب 1 او تايب 3 و 4، يعني هيجي من الدي في تي والبرمير امبوليزم او اللنج والهايبوكسيميا او تايب 1 الايديوباثيك، هتشيل فقط تايب 2 من الاسباب بتاعته. هي القصه كلها بس ان ساعات يحصل ان اكيوت فورم بيبقى غالبا جاي من حاجه سادنلي قفلت البلمونري سيركوليشن زي مثلا البلمونري امبوليزم، او سادنلي العيان اللنج بتاعته كولابسد نتيجه لوجود ماسف نيموثوركس حصل في العيان او ماسف لنج اتيلاكسز او كده. فدول بيديفلوب اكيوت رايت فنتركولار فيليا او اكيوت كور بالمونري. ساعات يحصل ده شكل البلمونري امبوليزم بيبان ازاي في السي تي،
هنا ده سي تي انجيوجرافي، ده الفيرتيبري ورا والسترنم قدام اهو، ده كده الاورطة، ده الاسندنج اورطة وده الديسندنج اورطة، ده البلمونري ارتري جاي من قدام خالص موست انتيريور قدام الاورطة اصلا وراجع لورا عشان يبرانش، واللي عامله الفيلنج ديفكت دي الكلوتس اللي موجوده في البلمونري سيركيليشن. تمام، فده شكل البلمونري امبوليزم. ساعات ممكن يحصل ان مور كرونيك فورم او سب اكيوت فورم، يبقى هنا سايلنت امبولاي عماله تتكون او نتيجه لوجود بقى ايه الهايبوكسيك والنون هايبوكسيك كوبرمان. الهايبوكسيك كوبرمان اللي احنا شرحناه قبل كده اللي هو الايروي ديزيز ولانج فايبوزس، او نون هايبوكسيك فورم زي الشيستوزوميزيس. يمكن ده سؤال بطنه اكتر من عندنا احنا، ازاي تفرق الشيستوزوما الكوبرمان والهايبوكسيك كوبرمان؟ ما يهمناش احنا ككارديولوجي. كلينيكالي هو ما هو الا نفس اللي احنا قلناه، رايت فنتركولار دايليتيشن رايت فنتركولار فيليوم، فانا هلاقي ار في ايبكس وبارستيرم بالسيشن وبالمونري بالسيشن، ومعايا بقى نيك فينز واسايتس ولمب اديما بلس مانيفستيشن تو ديكوز. لو عيان هايبوكسيك تلاقي عنده كلابنج والساينوزس، لو عيان شيستوزوميزس تلاقي الايه سبايدر نيفاي والاسايتس والهيباتوسبينوميجالي والايه الحاجات دي. الجدول ده زي ما قلت لحضراتكم بتاع التفرقه بين الشيستوزوما الكوربالمونال هايبوكسيك كوربالمونال، ولكنه ما يهمناش احنا في حاجه. التريتمنت دايركت تو ديكوز بلس التريتمنت بتاع الار في فيلير اللي هو الدايركتكس والايه والانتي كوربيليشن العين محتاج وهكذا. انت لو حد عايز يسال حاجه تمام.